ماما. نعم يا حبيبي. هو انت عملت ايه يا ماما يوم رأس السنة؟ ولا حاجة، خليت ابوك يطلب لنا بيتزا وفطيرة مشكل حلويات، مع اني كنت قبلها ضربة رنجة وفسيخ، بس معرفش ليه جحت بالليل، قلت ناكل بيتزا بقى حاجة خفيفة. واكلت البيتزا بقى وضربت الفطيرة الحلويات وبطني بقت قد كده، قلت ابلع بقى، رحت عاملة كوباية شاي بلبن، راح جاني اسهال. ايه يا ماما ده، ايه العك ده؟ مش عارفة، انا ما كنتش عارفة انا عايزة ايه اصلا. بس كده ما عملتيش حاجة تاني؟ لا طبعا عملت، جبنا لب وسوداني وقعدنا نتف في وش بعض. ايه؟ زي ما سمعت يا ولا، والشقة بقى بقت زريبة، بقى قشر برتقان على استفندي على لب على سوداني على حاجات ما يعلم بها الا ربنا. قلت يا ابني ابدا بقى السنة الجديدة كده بحاجات حلوة، قلت بقى البيتزا مفيش احلى من البيتزا، وكمان الفطيرة مشكل حلويات عشان تبقى السنة كلها حلويات. وقعدنا انا وابوك نفتكر بقى ذكريات زمان، وهو يقول لي كان بيعمل ايه وانا اقول له كنت بعمل ايه، وقعدنا بقى نعيد ونزيد لحد ما قال لي ايه على الجو بتاعه بتاع زمان، راحت الليلة اتقفلت بقى، خليت يومه ايه دايم من اوله. قال ايه يفتكرها في السنة الجديدة ليه ان شاء الله، فانا اتضايقت واتغصت قوي، بس قلت يلا اعديها، ما انا ياما عديت جت على ديه يعني، بس والله ما انا معديها بالساهل، هوريه ماشي. المهم بعد يا اخويا ما قضينا الليله والشقه بقت زريبه، قلت بقى اروقها بقى عشان انام واسيبها كده خرابه، رحت روقتها وتعبت وقعدت اشيل واحط واعمل، جت اختك الاوزع الصغيره راحت مرجع كل ده تاني وكاني ما عملتش حاجه، فقلت خلاص ما بدهاش، هي سنه باينه من اولها، هي سنه عايزه كده تيجي والدنيا بايظه. انت بقى عملت ايه؟ انا بقى يا ماما طلبت سندوتش طرب. ما انا عارفه انت ما رضيتش تاكل معانا بيتزا وفطير، وقلت لا انا عايز طرب، رحنا طلبنا لك طرب. مش عارفه يا اخويا، طفل وياكل طرب بالليل، ده ايه الوكسه دي؟ معلش بقى يا ماما، انا كان نفسي اكل طرب وهي جت كده بالليل، اعمل ايه؟ وبعدين يا ماما اديت لكل واحد فيكم 50 جنيه من اللي كنت محوشهم من مصروفي عشان ابدا السنه الجديده، وانتوا تبداوا السنه الجديده وانتوا مبسوطين، وانا ابقى ايه اديت لكم حاجه كده وابقى يعني انا كنت مبسوط. ايوه ما انا عارفه، ما انا خدت منك ال 50 جنيه وحطيت عليها فلوس وجبت لك سندوتش الطرب. انا قلت اكيد الواد ده سخن، بعد ما يقعد يحوش فيها كل ده يجي يديهم لنا كده بالسهل. عادي يا ماما، اللي بيفرح الناس ربنا بيفرحه وبيرضيه، وانتوا اهلي يعني انتوا اغلى حاجه عندي، وانا عايزه اشوفكم مبسوطين، وده اللي اقدر اعمله. انا كنت بحوش كل ده عشان اجي اليوم ده واديكوا كل واحد 50 جنيه. برافو عليك، شوف بقى ربنا هيرضيك قد ايه. وبعدين يا ماما عملت حاجه حلوه قوي هتعجبك وهتعجب كل الناس. عملت ايه؟ رحنا انا يا ماما انا وخالته اتوضينا على الساعه 12 الا 5 وبدانا صلاه، وراحت جايه علينا السنه الجديده واحنا بنصلي. يبقى انت كده ختمت السنه بصلاه وبدات سنه جديده بصلاه برضو. الله برافو عليك، ما شاء الله عليك يا ابني. ايوه يا ماما انا كنت مبسوط قوي لما عملت كده. شاطر يا حبيبي. وبعدين يا ماما مالينا اكياس ميه ورميناها على كل واحد معدي. ليه كده؟ انت كده بوظت الدنيا، بعد ما تصلي تروح تاذي الناس، اخس عليك. لا لا يا ماما بهزر، انا كنت هعمل كده بعدين لقيتها انها حاجه مش كويسه، فما رضيتش اعمل كده ولا احدث اي حاجه غير كور صغيره بس، كنت بحتفها كده بالراحه بس. كده شاطر برافو عليك. ووقفنا في البلكونه انا وخالته وكارما وقعدنا نتفرج على الصواريخ اللي كانت بتضرب. ما انا كنت واقف في الشباك برضو بتفرج. لا وشفت حاجه ليها العجب، الناس يا عيني كانت خايفه تتحدف عليها حاجه، فكانت ماشيه في الشارع تبص لفوق كده ويتلفت شمال ويمين كانهم حراميه وعاملين عامله. ايوه يا ماما انا شفتهم، واحد كان راكب مكنه كده وبيبص لفوق وهو خايف، يا عيني كنت خايف عليه يلبس في شجره ولا حاجه. ده يوم راس السنه ده بيبقى يوم مسخره من الحاجات دي، ربنا يستر. بس كده يا ماما ده اللي انا عملته، وبعدين قعدت بقى العب شويه بالتليفون ونمت. انا ما عرفتش انام. ليه يا ماما؟ ابوك كان منكد عليا، قلت لك مش قلت لك بيقول لي ذكرياته، راح لحد ما اتجرجر كده وعرفت اجرجره، راح قال لي على البنت اللي كان بيحبها زمان، لحد دلوقتي بعد العمر ده كله لسه فاكرها. يا ست انت لسه بتتكلمي في الموضوع ده؟ ايوه امال ايه، هو موضوع هين كده ولا سهل؟ يا ستي انا كنت بفضفض معاكي وبقول لك على ايام زمان، فبالصدفه الموضوع جه فقلت لك عادي، لو انا في دماغي حاجه ما كنتش اتكلمت اصلا. لا والله انت اللي لسه فاكرها عشان كده قلت. ما هي في دماغك بقى. لا اله الا الله، صدق ان انا غلطانه ان انا بتكلم معاكي كانك واحده صاحبتي. لا يا حبيبي انا مراتك مش صاحبتك. والله دلوقتي مراتك مش صاحبتك؟ انت مش كنتي بتتكلمي معايا وتقولي اعتبرني واحده صاحبتك واحكي لي عن كل حاجه جواك؟ كنت بجرجرك. ليك حق تعملي اكتر من كده، ما انا بصدقك وبدلدق في الكلام كده شبه المقطف، بس انا غلطان تاني مره مش هتكلم معاكي خالص. براحتك يا حبيبي. ربنا يهديكي، فكي التكشيره دي، فكي السبعه البقلوبه ولا الثمانيه البقلوبه اللي انت عاملاها دي، الله يخليكي، احنا لسه في اول يوم في السنه. لا طب اعمل لك ايه عشان تفكي يا ست الناس، يا ست البنات، يا ست الكل؟ اطلب لي بيتزا. بيتزا؟ بيتزا ايه وليه؟ هو انت مش لسه واكله محشي من شويه؟ ما انا كده لما اتضايق كل شويه باكل باكل باكل، ده انا بعيط كده وابقى بصح من العياط وباكل برضه.
طب الواحد يعمل لك ايه عشان يسد نفسك؟ لا ما اعتقدش ان في حاجه تسد نفسي، حتى وانا فرحانه يا اخويا برضو نفسي تبقى مفتوحه قوي. في حاله واحده بس هي اللي نفسي تبقى مسدوده فيها، لما ببقى تعبانه بس كده. نتعبوك وهي كده خربانه خربانه، وانتي بدات لنا السنه بتاكشيره. ايه ده يا حموشة اللي في ايدك؟ عصايا هيكون ايه؟ ما انتي بداتها لي بتكشيره وانا هبداها بعلقه. بلاش تتهور. يا دماغي. ها هتفكي التكشيره ولا كمل؟ هفك. برافو عليكي، روحي بقى اعملي لي قهوه. حاضر. بقول لك يا حموكشة، هي كان اسمها ايه؟ ها تاني برضو؟ لا خلاص مش عايزه اعرف. قولوا لنا بقى ايه رايكم في اللي عملته تنكا في يوم راس السنه، ولا اللي عمله يوسف في يوم راس السنه؟ انهي الاحسن؟ طبعا الاجابه واضحه. وانتوا بقى عملتوا ايه؟